أيامنا دي حد يتكلم بالشفافية دي. حنان، الحياة علمتك كتير والجواز علمك أكتر. 3 زواجات صح؟ أثمروا عن ولد الله يخلي لك، هي وبنت. خليني أعطي عنوان عريض لفكرة الارتباط والزواج. لو طلبت منك اليوم أنت بتكتب كتاب عن الزواج، تدي له عنوان إيه؟ عنوانه أول حاجة في جزء مهم جدا في الحياة، بلاش ندخل في بعض أكتر من لازم، يعني بلاش أبقى عارف كل الديتيلز بتاعتك ومش سايب لك مساحة لحرية تفكري تغلطي تعملي في إطار المحدود. طبعا مش قصدي غلط يعني، صح تاني صح صح. في إطار المحدود، وهو يكون لي نفس الحكاية. اللي بيحصل إن إحنا بنبقى إيه يعني كل الديتيلز عارفينها وبنركن على بعض، فدائما بيجي الشخص الضعيف بيركن على الضعيف برضه، لانه مفيش شخص قوي يركن على حد، دي نو واي، مفيش شخص قوي ابدا يرضى ان يركن على حد. انما اترك بينكما بعض الفسحات لترقص فيها رياح السماوات، عشان تبقي انت حاسه ان انت من ان لاخر ترجع للبارتنر بتاعك صح. في رايي في حاجه، دي حاجه. الحاجه الثانيه ما ينفعش واحد بس دايما يبقى شايل المسؤوليه، ما ينفعش، هتبوظ، لازم تبوظ ايا كان المسؤوليه، يعني مسؤوليه الاطفال، مسؤوليه الحياه، مسؤوليه يعني التكوين العائلي ده، لما بتركنيه على شخص ما ينفعش. احنا شركه كلنا بما فيهم اطفالنا، يعني كلنا شركه صح، زي ما ربنا حط لنا رولز، اللي هو بيقولوا ايه، رب المنزل بيحط رولز، بس كلنا يعني كلنا نعملها ضمن المشاركة، يعني ضمن لازم المشاركة. كلنا حتى كنت أقول مش شغالة كمان هتمشي معنا في المشاركة دي عشان تقدروا تكونوا أسرة، علشان ويبقى في فكرة عندك أن أنا مدام خلفت عيال يبقى لازم هضحي، لازم هستمر. في فرق بين أضحي وفي فرق بين أنه أذوب في الآخر، يعني أنهار أمام الآخر، أضيع حياتي وأحلامي ومستقبلي وأدخل في حالة اكتئاب أمام الآخر أو بس عشان عندي عيال. لا طبعاً لا يمكن، لأن العيال كده برضو هيتعبوا، يعني هم مع الأسف كده. أنا قلت حالك من البداية إحنا بنحط رولز عشان الجواز يكون ناجح. طب بس أنت عاوزة البارتنر أو شريكك بالحياة يكون مشارك بهالرولز اللي أنت لو ثبتنا على الرولز اللي حطيناها من أول يوم. الفكرة إيه؟ إن هو بيجربك او هي بتجربه، اركن عليه شويه، معلش الفوا يعدي او هي تعدي، نبدا نعدي لحد ما يبقى امر مكتسب خلاص، يعني ما فيش فيه انت. وبالعكس بقى يبدا يحاسبك لو غلطتي، لانك مش عامله كل الهيصه دي لوحدك، لا انت خلاص انت اللي بداتيها، ويرجع يقول لك ما انت اللي من البدايه عملتي. فالكلام ده يعني انا اكتشفت ان الجوازات الناجحه فيه جوازات كتير على فكره. انت ليه ما نجحوش؟ بصي، اول واحد خليل انا جوزته وانا صغيره جدا، يعني بعد ثالثه ثانوي، في اجازه ثالثه ثانوي، وكانت والدتي الله يرحمها مش موافقه لاسباب كتير. اولا صغيرة. لسه صغيره، ثانيا هي شايفه ان احنا الاثنين ما ننفعش بعض، يعني احنا شخصيتين، انت مستقله وهو مستقل، انت عنيده وهو عنيد. برافو عليكي، انا عنيده في ان حد يقول لي اعملي ده ما تعملوش، مش هقدر اعمله لو كان بصيغه الامر، لو بصيغه الامر لو هتذبحيني مش هعمله. وهو عنيد وانا دلوعه وهو دلوع، يعني هو كان كبير العيله وانا صغيره العيله، انا صغيره فكنا بنقف، لكن هو شخص مش وحش، هو شخص كان الله يرحمه كان شخص كريم وطيب، ولكن الشخصيتين مش راكبين مع بعض. لا، فحسيت انه حياتي مش مستحيل، بس كانت والدتي الله يرحمها عارفه ان انا مش هكمل. هي كانت دايما تقول لي لو كملتي 6 أشهر وبتعالي قولي ماما غلطت. قعدت معاه قد ايه؟ يعني سنة ونص بالعافية. سنة ونص بالعافية. هو كانش عايز وانا ما كنتش عايزة، يعني مش هقول لك انا بس، لا، احنا وصلنا لمرحلة وفضلنا اصدقاء طول عمرنا كنا اصدقاء. الزواج الثاني مشاكله الزواج كانت الثاني إيه؟ كانت حضرتك والدتي لو لقت البواب هتقول له جوزها. ليه بقى؟ انا اول بنت في العيلة اتطلق. ما فيش عندنا بنات، وانا صغيره كمان، يعني انا صغيره في بنات كتير في العيله، احنا العيله كبيره قوي وفيها بنات كتير ولاد كتير، فدايما عندي اكتفاء ذاتي. ف
فكانت بالنسبه لوالدتي الله يرحمها دي يعني بنت صغيره ومعاها طفل وانا رفضت اقعد عند ماما قالت تيجي تقعدي عندي. فوالدتي الله يرحمها جت قعدت عشان انا عناديه. فكنت بتعبها هي يعني انا وحشه الله يرحمها. فكانت فوالدتي جت قعدت معايا. فاللي حصل كمال علامة ده كان صاحب شركه سونار اللي انا قبل ما اتطلق عملت معاها شريط الشمس الجريئه، وكان اللي ملحن نص شريط تقريبا خليل مصطفى اللي هو كان ابو ابني الاولاني. اوكي. والله انا كنتش لا اطيق كمال علامة ده بالذات، يعني كنت ادخل الشركه اتكلم مع اي حد الا كمال علامة. ليه؟ لان هو قوي وشخص هادي ما يتكلمش كتير، بس ايه يعني عايز اللي يقوله يبقى امر. وانا طبعا لا مش لا تمتثلين للاوامر. واتجوزتي ازاي؟ كانت قصه حب عنيفه جدا. يعني اتقلب ده مره واحده، لان هو كان يعني والدتي قالت له طب عشان هي تروح الاستوديو كده لازم حد يجيبها ويوديها ويبقى انا مطمنه له يعني. فقال لها انا يا طنط هاخدها واوديها. فماما كانت مطمنه جدا ليه، وهو فعلا حد يعني كويس، حد محترم قوي يعني، ابن ناس جدا جدا. فنشأت قصة حب بدون ما، بس على فكرة كانت من ناحيته الأول. لأن أنا ما كانش في دماغي خالص يعني خالص خالص، لأنه هو كان متجوز وعنده أولاد. فأنا مش في دماغي نهائي إن أنا ممكن. ما كانش متطلق بعد يعني؟ والله هو قال لي وقتها إن أنا طلقت، بس ما كانش متطلق يعني. برضو كانت قصص كده. فنشأت قصة حب بيننا عنيفة قوي قوي، وعشنا 20 سنة. انت اتجوزتي يعني طلعتي ضره؟ لا، هي هو يعني حصل طلاق، لان الزوجه الاوليه ما كانتش مصريه قوي. مش مصريه، فكان يعني هو اوريدي كانوا مع بعض، مش يعني، بس كان عنده ولدين. وانا اللي ربيت الولدين. انت ربيتيهم؟ انا ربيت احمد وعمر. قد ايه قعدتوا مع بعض؟ قعدنا 20 سنه. 20 سنه؟ 20 سنه. بس مشاكلها كانت ايه ال 20 سنه؟ اللي اتغير من قصه الحب يعني؟ هو برضه هو بدون ما يشعر رمى عليا الاولاد. فانا كنت بشتغل وفي ثلاث ولاد، وجت اميره بقى اللي هي اللي ربطت الاولاد دول ببعض. يعني اميره انا كنت عندي هشام وعنده هشام احمد وعمر. فما كناش عايزين نجيب عيال، ففكرنا لا نجيب لو بنت عشان تربط كلهم ببعض. وفعلا كانت احلى حاجه يعني اميره. والولاد الحمد لله كان انا عندي كان هدف واحد بس. لما الولاد جم عندي كان عمر عنده 9 اشهر، لما اخدته كان 9 اشهر، صغير جدا، كان بيبي جدا يعني. فكان كل همي مش مهم يحبوني، المهم هم يحبوا بعض. ده كان كل هدفي. فحملت المسؤوليه. قلت لو هم حبوا بعض هيحبوني. فانا مش ضروري حد واحد. وتحملت المسؤوليه. حملت المسؤوليه، وكنا اصحاب قوي، لان احنا كلنا تقريبا كنت انا لسه يعني يعني مش طفله، بس يعني لسه عندي في الحياه ما فهمش فيها كتير. عندك الصبر وعندك لا مش بس الصبر، انا فعلا في حاجات كتير قدامي انا ما اخدش بالي منها وما اعرفش يعني ده ايه. فكنا شبه طفله. على فكره يا رغد، انا كنت طفله لحد ما كان عندي 30 سنه. ما كنتش في حاجات كتيره قوي انا ما اعرفهاش، والله ما اعرفها. بريئه. ما بريئه جدا، وندمت ان البراءه دي راحت. دي كانت اجمل حاجه في حياتي. امتى راحت البراءه دي؟ راحت بقى من الصدمات يعني. لما صدمات ايه؟ اكيد يعني الحياه كلها يعني، مش حياتي انا بس، حياه العالم. طلاقك التاني عمل لك صدمه؟ طلاق. وبعدين كانت انت في السكه بتلاقي اشخاص انت ما تجيش ادنى فكره ان ممكن يكون هو ورا مشاكل هم مسببهم لك وانت مش واخده بالك. كقرايب يعني؟ يعني مش عايزه اجيب سيره اي حاجه، بس هي انكلودد الفاميليا يعني في العيله. من العيله. في الحياه الزوجيه. الزوجيه عشان ما تطرقش. اوكي. ففي حاجات كتير، وبعدين في بقى مسؤوليات بتتحط عليكي، وبعدين تفشلي فتحسي ان انت اللي فاشله. ثلاث صبيان مش حاجه سهله خالص. وهو كان بيعمل ايه بالفتره دي؟ كمال هو يعني قصدي كان متحمل ايه في الموضوع ده؟ لا، كمال انا اكتشفت بعد ما اتطلقنا ان هو شخصيه ما بيحبش المشاكل. يعني هو مش قاصد خالص ان هو يضايقك او يضايقني. هو ما يعرف، هو وحيد. هو كان وحيد، وكان برضو يعني دلوع مامته جدا. لان هو ابن ناس قوي. مامته شواربي باشا، ووالده كان علماء باشا. فهو كمان ما يعني مسكين، بس هو شخص مؤدب جدا يعني. هو حد مؤدب قوي في البيت.
عمرنا مثلا ما اتخانقنا، عمرنا. طب ليه اتطلقتوا؟ كان في مواقف كتير بتحصل، فكنت بستنى منه ان اشوف ان هو يعني ايه دعمك، ايه هيدعمني فيها. ف ما حصلش. وبعدين بصراحه حته لما قعدت من الغنى بدات حاجات كتير يعني ما كانتش عجباني. زي ايه؟ لا يعني دي حاجه يعني شخص انا مش عجباني شخصيا، ممكن تكون ما كانتش وحشه بس انا شخصيا مش عجباني او مش قادره اتحمل شخصيته هو في الحياه كلها. في الحياه دي كانت خلاص انا لا اتحمل، خلاص خلص مش قادره، لان مسؤوليه كبيره قوي بلس مسؤوليتي انا تجاه نفسي. يعني انا نفسي كنت في فتره الاعتزال مش قادره اقول لك، انا 7 سنين بعيط، 7 سنين بعيط لاني مش عارفه اعمل حاجه تاني. انا لا عارفه اغني، مش عايزه ارجع اغني، ومش عارفه اعمل حاجه غير الغناء، ومش لاقيه نفسي. انا عايزه الاقي نفسي، عايزه اعمل اي حاجه. وكمان من النوع الهادي قوي، يعني هو يقعد جنبك يقول لك طيب، مش عايزه احط عليه هو عشان حرام. هو لا، هو انسان كان ما يعرفش، مش عارف جنه بالظبط. هو مش عارف ما يعني اللي انت عايزاه اعمليه، هو ما عندوش مشاكل. اللي انت عايزاه اعمليه. انا دي المرحله اللي اكتئبت فيها، اللي اخذت فيها ادويه ومهدئات. لا عمري ما اخذت مهدئات، عمري في حياتي ما. عمري. الاكتئاب عالجتيه ازاي؟ تخطيتيه ازاي؟ بصي، هو سبحان الله، يعني هي كانت حاجات كلها ربنا هو اللي خططها. كوني اني انا ابعد يعني ابعد عن الفن وقعد فتره لوحدي وادرس، فكل ده بيدعمك عشان انت جايه فتره هتقعدي فيها لسه لوحدك، لسه هتقعدي اكتر لوحدك، ولسه هتعيشي